ايه اللي ممكن ياخد وقت عندنا نشتغل فيه؟ الشوربه بتاعتنا، شوربه الجزر بالكريمه. نشوف مقاديرها على الشاشه، فريق العمل الجميل اللي بيتعب معانا. شوربه الجزر بالكريمه الاطفال بيحبوها، انا شخصيا بحبها، بتبقى شبه شوربه العدس في الشكل ولكن الطعم فرق جامد جدا. خلي بالك، المقادير على الشاشه. جزر حلو، فيتامين سي في الجزر خلي بالك، ومفيد جدا في ايام البرد بالذات. ابنك عنده برد، عنده شويه رشح، ايا كان، عندك الجوافه مصدر لفيتامين سي، عندك الجزر مصدر لفيتامين سي، عندك الفلفله الملونه اللي على الشاشه اذا كان اخضر ولا احمر ولا اصفر مصدر غني جدا لفيتامين سي. فيتامين سي مش موجود غير في البرتقال اليوسفي، لا ده كان زمان قبل الثقافه الطهويه والعلم الطهوي، والعلم لما يتكلم سمع هوس. تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنعمل شوربه الجزر. بنقطعه كده. اوعى تعوري ايدك، تبقى شايف البوغاز بيقطع بسرعه بزيه، خلي بالك ده مهم جدا. تقطيعه الجزر دي بتخليه يستوي بسرعه بالشكل ده كده. حلو، وعندنا طاسه بتسخن، هنجيب بصلايه حلوه نشوحها على النار، ما نخليهاش تاخد لون، علي الولماذة علشان ما تغيرش لون الكريمه اللي هتنزل على الشوربه دي بعد ما تستوي. فتحميره الشوربه تحميره البصله للشوربه بيختلف غير تحميره البصله للطواجن. دي المدرسه الطهويه المغازيه بتقول ايه؟ تحميره البصل، تاني تبقى ورايا، تحميره البصل للشوربه بتختلف غير تحميره بصل لطواجن. تعملي طاجن لسان عصفور، طاجن باميه باللحمه الضاني، طاجن قلقاس، طاجن بطاطس، طاجن سجق، يفضل تحميره البصله لغايه لما ناخد اللون المكرمل بتاعها. اما اذا بتعملي شوربه زي شوربه الجزر اللطيفه الحلوه دي كده، طبعا يفضل البصلايه هنا ما تتحمرش، نشوحها بس. حلو الكلام. الجزر زي ما هو كده هناخده، وناخد البصلايه الناعمه الحلوه دي في ايدينا مع فص ثوم مع مكعب من الزبده، ونقف على النار مع الكاميرا الجميله والاساتذه المصورين. هو ده. هنبدا نشتغل ازاي يا عم الشيف؟ معلقه زيت صغيره في قلب الطاسه، تمام، البصلايه الحلوه زي ما قلت لحضراتكم مش هستنى عليها لما تاخد لون، لان لو خدت لون هتغير لي لون الكريمه اللباني وتبوظ لي طعم الشوربه. اهو زي الكراميل كده، لما ياخد لون ويتحرق منك ما تعرفيش تستطعمي الكريم كراميل. شفت البصلايه زي الفل وهي بتتحمر كده. بنحط الفص التوم الحلو، ونحط مكعب الزبده، الله، ونحط شويه الزعتر الحلوين بس. خلاص عم الجزر هنا يشرفنا. شفت الجو ده كده؟ اهو ده، الله على الريحه الحلوه. مين يا غير عمر عينيا ما دمعت من البصل؟ طالما انت بتحط زعتر على البصلايه وهي بتتحمر خلاص. شفت الجو ده كده؟ انا بنحط الجزر الجميل الحلو ده، الله، انا بحب شوربه الجزر خاصه لما يكون فيه لحوم مشويه، الله. شوح الجزر ده مع التتبيله دي مع البصلايه دي مع التومه دي زي ما انا شغال كده اهو. التشويحه دي مطلوبه، يلا بينا يلا بينا. هو ده، اللهم صل على النبي. طبعا مهم جدا لما بتحطي ميه بتحطي ميه مغليه عشان تكسبي وقت، وفي نفس الوقت كمان تستفيدي من وقفتك في المطبخ. زلزال بس، خلاص نسيبها تغلى على النار. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. دايما من مصروف البيت، اي نعم في مصروف بيطلع شهري، في حاجات كده اكسسوارات في المطبخ يفضل انك تشتريها، اهم من اي حاجه يعني. هاند بلندر زي ده كده، عملت شوربه عدس، عملت شوربه جزر،
عملت شوربة رز، شوربة طماطم، تكسير الجزر بالشكل ده كده في قلب الشوربة بيخلي لها قوام ويخلي لها شخصية. قبل ما احط الكريمة اللباني مش لازم اطحنها كلها، بس ان انا الشوربة نفسها تاخد طعم الجزر. طبعا لو انت حطيتها في الخلاط هتكسر الجلدة بتاعت الخلاط والسكينة بتاعت الخلاط تدي عليا، فالحاجات دي طبعا ضد السخونة وضد الغليان فتستخدميها عادي، مصنوع من الستانلس. شفت شفت الشوربة ازاي؟ هو ده، هو بيكسر فيها. يوم الاطفال لما يشربوا منها وكبار السن يشربوا منها، الله ايه الصورة الحلوة دي لو جايبها جنب اللحمة وتفاصيل حتة اللحمة. والله انا طبعا بوجه الشكر والتحية الكبيرة لكل فريق العمل، فرسان العمل، فرسان البرنامج بتاعي. بكسر الجزر ده ما يكسرش في الخلاط، لانك لو حطيته في الخلاط يبقى وداعا للخلاط. هو السكينة بتاعتها اهي، شفت فرمت ازاي؟ وانا واقف مش بص على اللحمة، شفت القوام؟ الله، انا بعشق شوربة الجزر على فكرة. دي هتتفرجي على لونها دلوقتي بعد ما احط الكريمة اللباني هتدعيلي. بس خلاص هو ده. لا 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 لا، مش هحط نشا ولا دقيق، نشا ودقيق بس ما ينفعش خالص. النشا والدقيق هنا غير مرغوب فيه مع شوربة الجزر خالص، لان هو لوحده له قوام. كريمة اللباني للأمانة، عايز شوية كريمة لباني للصوص بتاع اللحمة وهاخد شوية للشوربة، اقسمهم ما بين الاتنين. الله، ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوة دي؟ بص 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 على الحلاوة دي، الكريمة اللباني دايبه دوب دايبه دوب. هو ده بس خلاص، ناخد كمان شوية. الله، يلا شوية نقلب. شوف القوام ده كده، بص بص الشوربة يا عم. هو انت ما تعرفش غير العدس؟ هي شبه شوربة العدس بس لازم تكون خفيفة كده عشان نشرب منها كمية، خلي بالك. شفت شفت القوام ده؟ شفت الحلاوة دي؟ الأطفال كبار السن دايما نسمع المغازي يقول لك الكرفس ملك الشوربة. وبقية الكرفس على الطاجن. يلا معانا طاجن خرشوف برضو يحب الكرفس، نقلبه كده. انا واقف على النار كل حاجة قدام عينيا، مخرجنا بيقول لي الوقت سرقك، الله عليك، كل حاجة زي الفل. خلصنا، نبدأ نعمل ايه؟ اول حاجة نغرف الشوربة. الله، طبق الشوربة طبيعي بيتقدم على السفرة في الاول، وربنا كرمنا بحسن النية وحسن العمل ان الشوربة تطلع واحنا شغالين حتة اللحمة لسه على النار. سيبها ما تقلقش، انا هعمل تركية دلوقتي تساوي مليون جنيه واحنا شغالين مع بعض كده. خلي بالك التركية دي بتطلع كده حسب النيات برضو، خلي بالك يا الموضوع بيقول لك نفسها حلو. اللي انا هعمله دلوقتي ده مش موجود لا في كتاب ولا في كراس. خلي بالك، ركزها معايا. الشوربة خلاص، ألف هنا وشفا. كفاية؟ حاضر يا باشا، خد بقى التركية اللي جاية دي، تدعيلي.